انا عجبك انا ما عجبكش خاطر انت فقير وانا لازم نعفس عليك من فوق راه ونزيد نوزق عليك حتى يا ريت ولا جميتر وهذاك تو نجي نقرا عليك انا يا سي حاتم تو نجي نقرا عليك انا انا ما عجبكش خاطر انت فقير وانا لازم نعفس عليك من فوق راه ونزيد نوزق عليك حتى يا ريت ولا جميتر وهذاك تو نجي نقرا عليك انا يا سي حاتم تو نجي نقرا عليك انا سبحان الله معنا ربي ما عرفوش فما ربي انا ما نعرفش قولوا تعرف لي انا هبت في الدروش سبحان الله معنا ربي ما عرفوش فما ربي انا ما نعرفش قولوا تعرف لي انا هبت في الدروش ايش فيه الحل سي حاتم؟ ارجع شنو هي هذيك فلوس؟ اي كيفاش فلوس شنو خام 2600 واحنا ساعتنا 3000 فكل ما صلي على النبي سي حاتم ما نضربكش سي حاتم سي حاتم احنا على الساعه كيفاش افضل يا سي حاتم راهم ولاد صغار تمنيت عليهم خدمتهم واحد ومن بعد قلت لهم مروا مانيش نخلص ليش حكر مانيش راهو مريض سي حاتم قلت لهم مانيش قلت لهم الدنيا راهو راس مالها راه 100 كان عجبك والله راس مالها 100 سي حاتم اي راس مالها 100 اسمعني انت تخدم على كل شيء يدي نخدم انا عامد نركبه لك اللي ركبهم لك هما الكل شو عملت لهم؟ عاود صلحتهم الكل عاود صلحتهم الكل عاود صلحهم الكل الكل هريتني في الكل تعاودوا تصلحوا الكل بلا نكذب عليك انا وراس الرب تاعك انت مش تاعي انا وراس ربك انت مش ربي انا ايش كلهم عاودنا انت كي خرجت العباد لا باش نقول لك اللي تخدم لي خاطر انت تحكي انا نخدم كل شيء انا اصلا جيت انا تخدم في اللوطه ما طلعنيش الفوق لا طلعني حتى البلاصه اوكي الحاكم وكل بوليسي تحب تاخذ فلوسك اجي الجمعه الجايه في الامان انا عجبك انا ما عجبكش خاطر انت فقير وانا لازم نعفس عليك من فوق راه ونزيد نوزق عليك حتى يا ريت ولا جميتر وهذاك تو نجي نقرا عليك انا يا سي حاتم تو نجي نقرا عليك انا نقرا عليك